قال لي بنلعب مع بعض كل تمرين، هو بحب بيلعب هيك، وكل مره انا بقول له، انا بيستفزك؟ بقول له قبل التمرين العب هيك، اذا هذا الشيء بفادك بالجو نحن هيك بدنا هيك. اليوم كريم عم تعملوا جيم كثير مهم بالنسبه لكم، هذا الوين رح تعزوه كثير يمكن اليوم بالبطوله، وزياده عن هيك انت كنت عم جرب تساعد زميلك ليعمل تريبل دبل. اكيد كارل خيي، كارل اكثر عن جد صار لي سنتين بلعب انا وياه، وفي كونكشن كثير قوي انا وياه. بس بقول شغله، كل مسيرتي بقولوا كريم جديل از اونلي شوتر، از اونلي شوتر. اليوم بدعم انا فرجيهم انه كريم جديل از مور ذان شوتر، كريم جديل بيشتغل على حاله، كريم جديل حيضل عم بيشتغل على حاله ليكون من التوب جاردز. مين مزعلك؟ مين مزعلك؟ ما حدا، ما حدا، بس دائما عم تسمع حكي وهيك بتحب هيك في شيء بقلبك حزب. ايه عشان خلص ما بيقسم. المهم نحن عرض الملعب عم نفرجي، براود اوف ماي تيم، كريدتس لكوتش رورو عم يعطيني ثقه كثير، كريدتس لماي تيم ميتس، لدانيال البغداديان، كال، كلنا عن جد الحمد لله على الفوز. وانا بقعد هيدا الفوز لجمهور هومنتمن عشان تعرف جمهور هومنتمن بلش يرجع، عود جمهور هومنتمن على البطولات وهيك. انا اي جيت انه اول سنه ما كانوا كثير ورانا في لوسز وهيك، انا بس انا بوعدهم لطالما هن بظهرنا فريق هومنتمن حيكون كثير صعب لحتى حدا يخسره بالرتور. هلا اول جيم عنا ضد الحكمه بالرتور بالثيرزداي، انا بالنسبه لي الحكمه هو المرشح الاول ليربح البطوله السنه. أوف. احسن فريق بالليج، بست كوتشنج ستاف، جوش كاتوسو والكل معه، وعندهم بست بوينت جارد بلبنان على مصر. ف اتس غانا بي فيري فيري تاف جيم، حنجي ردي ان شاء الله نفرجي صوره حلوه لهومنتمن، وبوعد الجمهور مثل ما قلت حنضلنا بالبوشنج، وانا حضلني بيرسونلي بوشنج لاعطي كل شيء عندي. بس شغله اخر وحده، ايه بس قول. بدي اهدي هالجيم لسته عشان سته شوي تعبانه هلا، فبدي اقول لها تاتا اي لاف يو، هيدي الفوز الك، وان شاء الله تضلك راضي عنا انت وامي وبيي. انا بدي اتشكرك كريم.